تعرف على الحيوانات. البحر. نحن في مكان مميز جداً. سوف نغوص ونتعرف على مجموعة من الحيوانات التي تعيش في البحر، وسوف تساعدون في ذلك يا أصدقائي. هل أنتم مستعدون؟ قولوا نعم. نعم. أنا متحمسة جداً. هيا بنا. حسناً، أظن أن هذا الحيوان لونه أزرق. نعم، ولديه أسنان حادة ومخيفة، وله زعانف كبيرة. عمور، يبدو أن هذا الحيوان خطير جداً. يجب أن نذهب من هنا بسرعة. نعم، ولكن يجب أن نتعرف على هذا الحيوان أولاً. هل عرفتموه أصدقائي؟ من هذا الحيوان؟ ذلك صحيح، إنه القرش. هذا صحيح، سمكة القرش. كان هذا مخيف جداً يا لولو. نعم يا عمور، ولكن لحسن الحظ لم يرانا. أوه لولو، انظري إلى هذا الحيوان الغريب. أوه فعلاً، إنه حيوان غريب. هذا الحيوان له أذرع كثيرة يا لولو. نعم يا عمور، يبدو أن لديه 8 أذرع، ولديه رأس كبير وأعين كبيرة أيضاً. انظر يا عمور، إنه ينفث الحبر أيضاً. أوه، لقد عرفت من يكون. وأنت؟ أجل، قولوا معنا أصدقائي. هذا صحيح، إنه أخطبوط. هيا نكمل الغوص لنرى حيواناً آخر. بالتأكيد. عمور، اسمع، ما هذا الصوت؟ يبدو صوتاً لسمكة كبيرة. نعم، أظن ذلك. يبدو لي أن هذا حيوان ضخم جداً. انظري، لديه عدد كثير من الأسنان. آه، ولديه فتحة أعلى الرأس يخرج منها الماء مثل النافورة. بالفعل، تشبه نافورة الماء. لقد عرفنا ما هذا الحيوان. إنه الحوت. هذا صحيح. كانت رحلة جميلة، وتعرفنا على 3 حيوانات. نعم، القرش، الأخطبوط، والحوت. شكراً أصدقائي، نراكم في رحلة أخرى جميلة. إلى اللقاء.